بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي آدي آد وحن ربعينا أن كتعسيه لأن يردي شيل كآد كأن حنت بدن معركتي مقالة من يابلس من الصورة همين هو رشيل كفوق علي رنتي آدي آد أيام وحنا هاي وحن ربعينا أن أهلدي يقرابدي أي كجيريو ده دتك يدتك إسلام كابا إن لغة تعسيه إنه سمر يا إيمان iyagaa na waxaan u rajaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatul firdowso dhalinyaro waxay ahaayeen wax bartay dhalinyaro waxay ahaayeen mustaqbal raadinayay laakiin xilligoodii ayaa intaas ahaa marka walaalayaal waxaan rabnaa inaan nagala soo qayb gashaan aaska oo isniinta birta hadduu ilaahay idin koodo dhurnimo aad iyo aad baan uga xunnaa runtii inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قبلها يرير قدرك قعنك حقدر بعد شيء هو إله صادر إله وحن كبرين إله الحريص تجنك ورابي والدك دلنا قلبك إله قبوتيو إله محاك رأيك القعيك وكما إله آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Many of you may know the tragedy that happened to our community. The five girls that passed away, may Allah have mercy on their soul, may Allah grant their families patience, sabr, and may Allah forgive their sins and forgive the entire ummah, and inshallah may Allah give sabr to the community, and inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa ma la wada socda balse qabihi gariyooday aktar intiga ayaan u tacsiyeynaynaa oo dhammaanteen waxaan rabbiga cizada la u warsanaynaa in maaragtay xurulceyn bay ahaayeen ilaahay kuwa oo maaragtay barsaqa lagu soo dhaweeyey allaha ku daro waalidiintii ay ka geeriyoodeenna ilaahay waxaan u warsanaynaa inuu qalbiga ilaahay u qaboojiyo rabbiga cizada leh ilaahay waxaan kala u warsanaynaa waxa la wixii kurba adduuna aakhira inuu ilaahay ka feedo waalidiintaas ilaahay qalbigooda ha u qaboojiyo billaahi mina shaydaan rajiim bismillaahi raxmaan raxiim innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto gabdhihii geerida ku imaatay الله النحريست إلهي قبرك الله واسعيو عذاب القبر إيه عذاب ربنا الله كبد باديو قعنك حق درنا دي شيء كل نفس تلداقة الموت إلهي وحان كبرينا قراشون إلهي نمفر نيو إلهي أيغن وحان كبرينا كاك حق درنا إن إلهي قبتو وافق ذا الله إن قبتو إنا لله وإنا إلهي راجعون صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إلهي راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبروا واحتسبوا وحالنا هي إن لله وإنا إليه راجعون وحاهمين غرق علي كنت دعضو حزن بضن هذا حنون بضن قبلو شنأة وضل يراءة وإهردينة وحافظ قرآنة ومحجبات أيا شل بابور قلي للأردية وعرارية وشيطان يا إلهي كصابة وظلم مري باور كودي هكاس وكبا بأي قبليه كبا بأين شنتي قبل دو دوائد انتين قبليه مركي انتين إلى شالي وحلقو مشغول صراحة تاسي جيب كودي لوكرا ساري لها ولوكرا قران لها لكن بركي دمي والا اللي سكري اسمه هو وقرادي وحال دوغي يا قبليه بردي أسرين إن شاء الله كوبدا هي بركة ظهر نمو مساجد تدعى فاروق ما جنازة لغو قبانيا كوبدا هي بركة ظهر نمو أيا وحلو قبانيا مساجد تدعى فاروق جنازة دي قبلها حكا سلغو تكنيا كدي بنا قبورها مسلمين تا بانس في الأدوة كان مبدوغا لغينيا أنها من أن جوغنا بوحانا لقو دور إنا نحن إنا لله وإنا إليه راجعون قبلها صلا إنا نقو عينو سي قلبي فنقو عينو خيركي يا أهلك يا كتجان يا دك مسلمين تها يجال يدي صبري إيمان الله كسيو أيقنا أجل كود الله وينيو جنة ذنا الله جيو قفك مسلم كأو إلمين يا قلب جرو مرجون يا لكن ما ده هينو وحن إله فهيم يا الججح يا إلا موتيو لكن سيدا دك أهل الدين كأ قبلها قال أنت كم وقت شرفت يا دجنانت يا صبر كأ
وأن مر لبعض وتعسين يا أو حلا يا هاي ملا الدو كان بق إن الله وإنا إليه راجعون قبلها سخاسة لو جد عيو برهنا قفك السوء وذا جنازة هكسو قيب قلو قفك السنة كيري ذا هحصوصته ما أنت طبعا ما أنت وتعسين إسا بري أذا لو تعسين يا ما أنت وأوي إسا بري أذا لو أوي يا ما أنت وأن حصلت بري أذا لو نحيا ما أنت وتسقون تري إسا والجنازة تكن إسا برينا أذا لو تسقون تري يا ولو تكن يا وقبل يعني الله ديارنا يا وحلي ميلا جوكتان بق تعسي أذك ما نوت الله الله سود عيو أنا لقى قيب قلو قبلها سنة إله الجنازة الله جيو دنبي قضنا الله دافو قبل قضاء الله نوريو درجة سراء الله أكريالا شهداء الله كدقو سان رجينا وشهدين وشهداء دواعي وقبلها شهادة يقول انتين شهادة داسنا إلهي وحان كبر يينا إنو انتو أبركيو أوينيو وشهداء درجة دا كدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.